استاذ علاء حمام، سلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات كل المشاهدين. نفتح معك ملف نادي الزمالك، تبدا من الفيديو اللي عمله مرتضى الرد عليه ولا هتبدا من حاجه تانية؟ هرد طبعا على رئيس الزمالك وهكشف فضيحه هو بيقودها ومخطط كارثي هو بيسعى لتنفيذه. اول حاجه رئيس نادي الزمالك عمل فيديو قاعد يقول اللي هو احمد سليمان جبت فلوسك منين، وهو كل ما يعمل فيديو يختار شخصيه يقعد يقول لها انت جبت فلوسك منين جبت فلوسك منين. مفيش اي مشكله خالص، طب ما تبتدي انت بنفسك وتقول لنا فلوسك انت جبتها منين. يعني انت رئيس نادي الزمالك خرج مرارا وتكرارا وقال ان هو كان من اسره متوسطه، وقال ان هو كان والده وراجل شغال في وزاره الداخليه وهو كافح وبنى نفسه، ما يقول لنا فلوسه وثرواته اللي عنده هو كونها ازاي. ما يتكلم عن نفسه هو نائب برلمان ورئيس نادي، ما يطلع يقول الفلوس جت منين وبدات رحلتها ازاي. هو كل ما يطلع يتكلم عن شخصيه عامه يقعد يقول له فلوسك فلوسك فلوسك. طب ما تقول لنا انت الاول جبت فلوسك منين، اعرض للراي العام، انت راجل نائب في البرلمان ورئيس نادي، وضح للراي العام انت جبت فلوسك وملايينك اللي عندك منين انت واسرتك، وبعد كده اسال الناس قول لهم انتوا جبتوا فلوسكم منين. دي نقطة. صح. نقطة تانية، هو كذب وقال لك كهربا جالك شبشب، أنت كذاب. كهربا كان راجع من سويسرا وكان بيلعب في نادي سويسري، ما جالكش بشبشب، ده أنت قعدت تتحايل على أحمد يحيى تتحايل عليه بدل المرة 1000 عشان يجيب لك كهربا. كمان هو اتكلم على طليقة كهربا إنه إداها فلوس، هل هو كان معاه تفويض عشان يديها فلوس؟ طبعًا ما كانش معاه تفويض. فطبعًا ما ينفعش إن هو يطلع فلوس بدون تفويض. وديها علاء خمس شهور بيتكلم في ابو سنيده وقضيه تخابر والبلاغ من عند نائب العام، بقاله خمس شهور بيتكلم. انا بساله سؤال، قضيه تخابر ايه دي اللي تقعد فيها التحيات خمس شهور؟ عايز يطلع يجاوبني، هو مش محامي؟ بقاله خمس شهور بيتكلم في قضيه ابو سنيده والتخابر ومندوب عباس واحمد سليمان وعبد الناصر زيدان وابو المعاطي والقضيه والتخابر. قضيه ايه التخابر دي بقالها خمس شهور؟ انا عايز رئيس الزمالك يطلع يجاوبني، ولا ده بلاغ انت قدمته للنائب العام وعمال بقى تهت وفي عجن فيه وخلاص؟ هو في عجين فيه؟ قضيه التخابر بقالها خمس شهور كل يوم يطلع يتكلم فيها ولا بيقول فيها جديد ولا حد اتقبض عليه ولا اي حاجه. هي ايه؟ عامل شو؟ بتعمل شو للاعلام؟ فدي اسئله انا بطرحها له، عايز يجاوبني عليها، عايز يطلع يجاوبني عليها، يقول لي قضيه ايه اللي بقى لها خمس شهور دي؟ يطلع يقول لي بقى له خمس شهور بيتكلم فيها. طيب سامعني كده يا استاذ علاء؟ سامعك يا استاذ. طيب خلينا نقف عند حته معينه ونتكلم عن موضوع كهرباء. واحنا فجرنا مفاجأة نحتاج انك تذكرها للرأي العام مرة تانية، لما احنا قلنا ان الازمة اللي هتواجه مرتضى وهيطلع يتكلم كلام لا اساس له من الصحة، ان الفيفا فاجأ الدنيا كلها وارسل خطاب قال له يا حبيبي امك في القش ولا طارت؟ اللي دفعت طريقة كهربا ولا لام كهربا ولا لابو كهربا؟ انت مش شؤون اجتماعية، ابعت لنا التفويض الرسمي اللي اداهولك كهربا علشان خاطر تتعامل بيه مع ازمه شخصيه خاصه بكهربا. طبعا مع احترامي لاسره كهربا واموره الشخصيه، هذا الخطاب الذي وصل للفيفا اربك كل حسابات مرتضى منصور. تمام. اشرح لنا الموضوع ده تاني لو سمحت. احنا هنتكلم في موضوع كهربا مجملا. موضوع كهربا، رئيس نادي الزمالك اولا بيخضع الراي العام. رئيس نادي الزمالك بيخرج يتكلم على قضية كهرباء في ركن واحد وهي كذا ركن. بيطلع يتكلم على العقد، يقول لك احنا وثقنا العقد في وقته. ومعانا دليل كلام الأستاذ وليد العطار مدير التنفيذي لاتحاد الكورة، كلام المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة السابق، كلام الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة السابق، هو بيتكلم في توثيق العقد. لا بيتكلم إن هو ما دفعش مستحقات كهرباء في وقتها بانتظام، ما بيقولش إن هو اتأخر في دفع المستحقات أكتر من ثلاث دفعات وأكتر من ثلاث شهور، ما بيتكلمش في إهاناته اللي أهان فيها كهرباء وتطاول عليه أمام الرأي العام كله في الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة، ما بيتكلمش في مسألة إن هو ما معهوش تفويض إن هو يدفع فلوس من مستحقات كهرباء لأي شخص مهما كان
معهوش تطويضه يعمل كده. فرئيس نادي الزمالك بيخدع الرأي العام. رئيس نادي الزمالك لما بعت المحامي الإيطالي اللي هو تولى القضية، واحنا لما كنا اتكلمنا مع بعض قلنا ساعتها ان الزمالك بيبحث عن محامي، ولما نجح في التواصل مع محامي ايطالي بعت له المستندات كاملة. بعتها له ليه كاملة؟ خافنا الراجل يغضب لو خدعوه وحجبوا عنه اي مستندات فيسيب القضية، فبعتوا له كل حاجة. فلما بعتوا له كل حاجة الراجل لما درسها قال لهم بالراحة كده كهرباء لن يتم ايقافه. رئيس نادي الزمالك بيفش غله كل يوم اللي يطلع يشتم كهرباء، لان كهرباء كارته وعلم عليه وانتصر عليه في الفيفا. كهرباء انتصر عليه، كهرباء بعت 232 ورقه كلها مستندات ضد رئيس الزمالك، بعت فلاشه وسيديهات لتطاول رئيس نادي الزمالك عليه للمحكمه الرياضيه ولجنه الاخلاق والقيم. رئيس نادي الزمالك ما بعتش غير كلام عن العقد، لم يذكر هو سدد مستحقات كهرباء ولا ما سددهاش، لم يذكر هو معاه تفويض لدفع فلوس كهربا لطليقته او لشقيقه او لاخوه او لابوه او لامه او لاي حد. رئيس نادي الزمالك اتهزم في الفيفا وصاب كهربا، كهربا هزمه في الفيفا. طب يطلع يقعد يشتم في اللاعب ويقف في اللاعب ويأجر طبعا الناس موجودين في وسائل الاعلام قصاده على قناه الزمالك يطلعوا يشتموا في اللاعب كنوع من فش الغل. هو بيحاول يفش غله لكن هو اتهزم، كهربا هزمه وقعوا على الارض، جابوا لمسه اكتاف في الفيزا. فرئيس نادي الزمالك بيخدع الناس، ما بيقولش الحقيقه، بيتكلم في جزء واحد بتاع العقد، ما بيتكلمش في بقيه المشكله. هو رئيس نادي الزمالك ده ما شتمش كهربا في فضائيات؟ ما تطولش عليه؟ ما اشتبكش معاه في النادي؟ ما بيطلعش يتكلم على الموضوع ده رغم ان الفيفا سالته فيه. الفيفا سالته على الاهانات، قالت له هل تم التجاوز من قبل الاداره ضد اللاعب؟ رئيس نادي الزمالك ما ردش، ما قالش تم ولا ما تمش، ما اتكلمش في المسألة دي خالص. الفيفا سألت رئيس نادي الزمالك قالت له اللاعب لم يحصل على حقوقه حسب بنود العقد، ما ردش برضه. ما ردش على الفيفا، ما قالهاش إن أنا سددت الفلوس حسب بنود العقد، لا ما بيردش. يطلع بس يطول لسانه ويشتم في كهرباء، يا عم رد بالفيفا. أنت مش عمال مصدعنا وأنا أشهر محامي في مصر وأنا أصغر مؤلف قانون وأنا اللي عملت القانون، يا عم رد على الفيفا. هي ثاني ولا مستندات؟ ما بيردش على الفيفا، بيطلع يطول لسانه وخلاص. الفيفا قالت له اللاعب لم يحصل على حقوقه الماليه حسب نصوص العقد، ما ردش عليهم. قالوا له اللاعب تعرض لاهانات من قبل مسؤول النادي والاداره، ما ردش عليهم. يا حلاوه. في الاخر انت عامل لك الفيفا وازاي وخرج حكم ازاي ويقول لي يا وكيل النقاد انت جبت الحكم منين؟ يا حبيبي انت ما بتقدرش مستندات اصلا. انت ما تقدمش مستندات. ده راجل بيطلع يعمل شو؟ راجل بيطلع يطول لسانه ويعمل تجريح اوانطه، راجل فارغ فاضي ما بيقدمش مستندات تثبت حقوق النادي للفيفا، عشان كده بيخسر القضايا بتاعته، وبعد ما بيخسرها بيروح يتحايل على الناس علشان يجدول الفلوس اللي عليه والغرامات اللي عليه. تمام، الله ينور، على اشكرك على هذا الشرح الوافي. اللي بعده. فطبعا ده موضوع مهم احنا فتحناه واتكلمنا فيه. في موضوع تاني، رئيس نادي الزمالك بيخطط لكارثه. اتفضل. ايه هي الكارثه؟ رئيس نادي الزمالك بيقود حمله الغاء الدوري بحجه انه خايف على اللعيبه وخايف على الاجهزه الفنيه وخايف اي حد يصاب بوباء كورونا. تمام. في المقابل ده بيقول لوزير الرياضه افتح لي النادي وهات لي الاعضاء عشان اخد منهم اشتراكات. انت بقى كده مش خايف على الاعضاء؟ بيقول له وزير الرياضه افتح لي النادي من الساعه 12 الظهر للساعه 5 عشان الاعضاء تيجي واخد منهم الاشتراكات. طب وانت مش خايف الاعضاء دي حد فيهم يكون مصاب يصيب الباقي؟ مش خايف حد يكون عنده الوباء يعدي الباقي؟ يعني انت اهم حاجه عندك تلم الفلوس وما يهمكش مصلحه الناس ولا سلامه الناس. ولما لقيت نفسك خسران الدوري ومش عارف تعمل ايه فيه ومش عارف مركزك هيبقى ايه قلت الغي الدوري، لكن عايز فلوس وعايز اشتراكات النادي؟ قلت وزير الرياضه افتح لي النادي وهات لي الاعضاء عشان اخد منهم الفلوس. طب والاعضاء دي لما تدخل النادي يا استاذ عبد الناصر لو دخل 1000 عضو، انت ضامن ال 1000 عضو دول سلام؟ مفيش حد فيهم عنده عدوى؟ ده انت مباراه كوره بين فرقتين، الفرقتين كلهم ما يتعدوش على بعض كده.
40 لعيب قول 60 بالجهاز الاداري بالجهاز الفني بتقول لا انا خايف يحصل وباء، انا ما اقدرش العب الدوري. ازاي الاداريين والمدربين واللعيبه؟ يعني انت 60 واحد موجودين في الملعب انت خايف، وعايز تفتح النادي الاعضاء تجيب لي الاف كل يوم في الاعضاء تدخلهم لي عشان تلم منهم فلوس؟ فطبعا ده تناقض غريب في المواقف.